عشان انتوا اللي عايزين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. سيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك يستفتونك قل في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن فإن كانت اثنتين فلهما
الثلثان مما ترك. فللذكر مثل حظ الأنثيين. ما بتاعتنا يا ابني بتاعت حد. حد جاب حاجة من عنده؟ لا يا باشا بتاعت الحاج الله يرحمه. وإن كانوا كله بيقلد الشحات يا ابني، كله بيقلد الشحات. وحد حد جاب حاجه من عنده؟ هي المدرسه اللي احنا عايشين عليها ولا؟ ما كله بيقلده الحمد لله. لا ده انا مبسوط. يا رب. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا يبين الله لكم أن تضلوا. والله بكل شيء عليم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ نزلك ليس له ولد ترك وعلى
فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا. يبين الله لكم أن تضلوا. وإن مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الله أكبر. ما هذا الجمال! عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة من آخر سورة النساء تكريما للكريم الراحل المرحوم عم الحاج باز عبد المعطي العيان. تلاها على ما سمح حضرتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي نبت القرآن من بيت القرآن القارئ الدكتور أنور الشحات محمد أنور سفير قراء جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقائد مدرسة آل شحات أنور القرآنية التي تدرس في كل مكان القارئ والمقيم بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام أشكركم باسم آل العيان. طبتم وطاب ممشاكم وعظم الله أجوركم وتبوأتم من الجنة منازل.